مع بنت رمضان، الجو معنا ياسر مزيان. انتي يلي تسمع فينا جبنا لكم دبارة بنينة في وسطها حكاية وتشنشينة. ما لفاش تستنى وعدل الموجة مع نور والكرونيكور كل يوم من الاثنين للجمعة من ماضي 3 للخمسة على الحياة فام. رمضان على الحياة فام، بنا أخرى. مرحبا بالناس كل اللي معضلة موجتها علينا وين ما كنتوا برونشي وتسمعوا فينا على الفريكونس نتاعنا 93.3. هكا نبداو معاكم المشوار اكيد من توا حتى للخمسة نتاع العشية ان شاء الله. هكا يا ربي ندخلوا لدياركم بالبهجة، ندخلوا بالضحكة، بالفقرات، بالإفادة، بالدبارات. زادة ما تنساوش اللي دائما محضرين لكم دبارة ما بين المالح والحلو، التشجين نتاعنا اللي تخولوا لنا او تخولي لكم بلوتو باش تربحوا معانا دي كادو مزيان من أهداء الفريدي جي اس ام كيما كل جمعة أكيد. لي تابلت، لي فابلت، لي سمارت واتش، لي اكسسوار، الحاجات اللي تحبوهم الكل تلقاوهم عندنا. سينو زيدا أن كرون ميرسي لتوكال اللي دائما دائما نورت لنا الحصة. ونحكيو على البون افير وال البرودوي البنين برشا برشا والبيهي برشا برشا وخاصه الصحي برشا برشا. هذاك علاش احنا اخترناهولكم واخترناهم باش يكون معنا تيله شهر رمضان المعظم. تحيه كبيره المدام نهله القيسني او اللي دائما منورتنا بالنحاس المطروق ونحاس العربي نتاعنا، نحاس الزمني كي تلقاو ديكوراسيون الحلوه دي هذه والمزيانه في القريه الحرفيه ببروته في القروان. سينو احنا معكم دائما دائما كادويتنا زاده موجوده معكم. كان من توا تكلمونا على ارقام الهواتف نتاعنا على 70 035 120 70 035 120. اكيد تنجموا تدخلوا معنا وتربحوا برشا 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 كادويت وتتفاعلوا معنا على الباج اوفيسيال نتاعنا. تحيه الناس الكل اللي قاعده تتفرج علينا على الباج اوفيسيال سو فيسبوك وين ما كان صوتنا قاعد يوصلكم على 3w.radiolhayatfm.net. هكا احنا ان شاء الله نكونوا معاكم ومونسينكم وين ما كنتوا برونشي وتسمعوا فينا. سينو تحيه كبيره للكيب اللي باش يعمل لكم الحصه لليوم. زميلنا دائما احمد المخلوفي في الاخراج التقني واكيد الصوتي، رحبوا بيه ورحبوا بزميلنا العزيز سهيل في الديجيتال. خويا دائما منور بالكونفيتي بالكونفيتي ولا صحيح بالجو هذيك كل اللي قاعد يخرجنا فيه على الباج اوفيسيال. زينا معكم نور البيجي من قدام الميكرو. ما جيتش وحدي، جاي معايا حمزه بالشيخ. مرحبا حمزه. عسلامه عسلامه. مرحبا مرحبا. اليوم نهار مش كيما كل النهارات اللي تعداو الكل. اليوم نور عملنا 20 يوم في رمضان. والحمد يوم لله كهو عاد ما عادش برشا ما عادش برشا. ان شاء الله في ال 20 يوم هذوما ان شاء الله نكونوا بالحق دخلنا الفرحه والبهجه والسرور لدياركم يا رب. وان شاء الله بالحق ادينا الواجب نتاعنا معناها معناها كانسان انه يريد انه يتقدم بخدمته وكل شيء. وان شاء الله تعمل مصلحه وتعمل فايده وان شاء الله وان شاء الله اليوم زاد عندي حكايه مزينه برشا ان شاء الله تعجبكم. يكاو باش ندخلوا لكم كالعاده في دياركم كالعاده شويه موسيقى شويه حكايات معنا الشيف معنا صلاح حبيبي فقرات متنوعه مزيانه ان شاء الله تعجبكم ان شاء الله. يا نبي مرحبا بيك حمزه بالشيخ. سينو صلاح معنا في الاستوديو. مرحبا بيك صلاح. يا مساء الفل، مساء الورد، مساء الياسمين، يا نور، اما حمزه اللي منورنا، الجميل العسل احمد باشا، والملك بتاعنا سهيل. سهيل الملك بتاعنا. وعلى كل الساده المستمعين اذاعه الحياه. النهارده يعني الجو شويه الرطوبه مش مظبطه شويه، تحس ان الواحد ولا الواحد هو اللي مشي كتير مسحب، بس تحس ان الطقس سخون الدنيا حر كده الواحد يمشي شويه. الحمد لله الواحد ريقه بقى حجر يعني. يوم سخونة شوية لمحالة. حتى النهاردة قلنا بقى خلينا نرتجل شوية في فكرة مع المصري كده، نتكلم حاجة من حاجات رمضان اللي المفروض كنا تكلمنا فيها من الأول بس نسينا. بس أنتصر متأخر خير من ألا تصل. في رسالة كده تعودنا كل يوم نقول رسالة كده في عجالة. رسالة النهاردة اسمها كلام الناس. لا بيقدم ولا بيأخر. سمعني يا عم احمد. ايوه قلت كلام الناس، رفعت ايدك. مش هغني والله، لا اطمن. هما كلمتين كده بس كلمتين يوجعوا. ايوه يلا سيب. بيقول لك سيبك من كلام الناس لان ارضاء الناس غايه لا تدرك. كلام الناس زي التراب
لو الهوى ما طيروش دوس عليه برجليك. كل كلمة بيقولها الناس عنك اكتبها في ورقة وحطها تحت رجليك، فكل ما كترت الأوراق تحت رجليك ارتفعت انت في السماء. احنا بقينا في زمن لو قلنا للحجر كن إنسان هيرد ويقول عذرا صديقي فلست قاسيا بما يكفي. قبل ما تحكم على الناس وقبل ما تحكم على إنسان اسمع منه وما تسمعش عنه، يعني بالبلد كده ما تكونش على أخطائك محامي وعلى أخطاء غيرك قاضي وتحكم عليه من غير ما تفهم ولا تسمع. اعمل اللي انت مقتنع بيه وسيبك من الناس، لأن الناس كده كده هيتكلموا عنك وفي ظهرك سواء عملت أو ما عملتش. الإمام الشافعي رحمة الله عليه بيقول من يظن أنه يسلم من كلام الناس فهو مجنون. قالوا عن الله ثالث ثلاثة، وقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كذاب وساحر ومجنون، حاشاه، فما ظنك بمن هو دونهما؟ فكلام الناس زي الصخور، يا تحمله على ظهرك وظهرك ينكسر، يا تبني بيه برج وتحط تحت رجليك فتعلو وتنتصر. وأخيرا وليس آخرا أختم بمقولة للإمام علي كرم الله وجهه، هناك ناس لو أسقيناهم العسل المصفى لما ازدادوا فينا إلا بغضا، وأناس لو أخطأنا في حقهم أو قطعناهم إربا إربا ما ازدادوا فينا إلا حبا وسامحونا. ده كلام الناس. فمن الآخر كده عملت ما عملتش الناس هيتكلموا عنك، فاعمل اللي انت مقتنع بيه طالما ما بتأذيش غيرك ولا بتأذي اللي حواليك ولا اللي بيحبوك. سامع يا عم أحمد؟ تكسح. دي حاجة بسيطة كده في رسالة اليوم، كل يوم كده بنجيب رسالة معينة حبيبي يا حمزة، وحاجة من الواقع والله فعلا، كلام من الواقع وفي الصميم واللي نعيشوه بالحق وحسين وبنعيشه الحمد لله. يعطيك صحة على هالرسالة الحلوة، ودائما في الكلام المتقون والمزيان واللي في بلاصتو خاصة. شنو احنا دائما بشكر معكم بمختلف الفقرات، ما تنساوش بعد شوية عنا الوسط امتاعنا ما بين الملح والحلو كما تعودت، وايضا اتشنشينا اللي تنجموا تتفاعلوا بها معها على الباج اوفيسيال امتاعنا. يلا هذه هي الديبو امتاعنا في بنت رمضان. مرحبا بالناس كل يوم عضلت الموجة على الحياة فهمها. بنت رمضان مرحبا بالناس كل اللي مكمله معنا وعدت الموجة علينا الوقيت هذه، دائما وقيت تشنشنتنا وقيت تشنشينا لقيت هذه يجيكم تشنشنتنا من قاع الخابية. يوم اقتراح حمزة بالشيخ تو بعد شوية هكي يعطيكم تفسير لوجيك للتشنشينة. تقول علي جاونا أضياف وهم عددهم 12، منهم 11 تغدوا وشربوا واحد ما تغداش. نعود لكم، علي جاونا أضياف وهم عددهم 12، منهم 11 تغدوا وشربوا واحد ما تغداش. هذه التشنشينة متاعنا تجيك صحة حمزة، أنت بتطلعها بتطلعها انا عندي والله سهل بالحق سهل. نحن انا ايش نقولوا انا اي حاجه مش نقولها باش تتفسر ايوه واضحه زي حابين نسهلوا الماكسيموم وحابين نشاركوا الناس الكل واكثر فرصه للناس باش تربح اذا باش تدخل في القرعه في التيراج الاول ان شاء الله. بتبتدي هو لغ سهله برشا التشنشينا. ما عليكم كان تخلونا كومنتير على الباج اوفيسيال نتاعنا والا تكلمونا على ارقام الهاتف نتاعنا 70035120. اكيد عندكم برشا فرص باش تربحوا برشا كادوات معنا في بنت رمضان، وهذه كانت تشنشينتنا لليوم. وقيد التشنشينا تشنشينا سيدي ديما الوقيت هذايا. احنا جاونا يكون لايف، جاونا يكون حفلي، كان حبونا ندخلوا لكم مما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا اكيد بالاجواء الرمضانيه الحلوه مع حمزه. زلزل الاستوديو حمزه بالضبط، زلزل كده وظبط الدنيا. ديريك شو تدخلوا بالجو راهو يلا سيدي فاز على كل شيء. يلا جاهز الله يسلمك، هتدخل من اول الليفل الثالث على طول. يا محمد يا جد الحسنين قلتك بالصحاب اشفع فينا يا محمد يا جد الحسنين قلتك بالصحاب اشفع فينا.
الدنيا والأخرى. Yeah.
مدد يا رب. الله الله الله، خدتنا للكعبه انت وتوخنا بالكعبه شوقنا. او النهارده واحنا في اخر رمضان كده وايام العمره وايام البركه، بمناسبه الكعبه واخر رمضان، في معلومه كده على الماشي. لا استنى يا سيف عشان تسمع المعلومه دي، هتصل تحك ادعنا بس هناك. امين. كان الكفار، كفار قريش او الكفار عموما، كان قبل النبي عليه الصلاه والسلام لما كانوا بيروحوا يحجوا الكعبه كان في نشيد بيقولوه يا حمزه، هي عارفينه يا نور؟ التشويق. نحن غرابة وراح وغرابة إليك عانية يا لطيف. والله العظيم. عبادك اليمانية كما نحج السماء فانية، لبيك اللهم هبل كده إلى آخر. فإيه قصة نحن غرابة عك؟ كان في قبيلة في اليمن اسمها قبيلة عك، كانت كل سنة بتروح تحج، وهي راحت تحج كانوا بيمشوا قدام القافلة بتاعتهم عبدين أسودين، لكن كانوا شديد السواد جدا، فكان يطلق زمان على العبد شديد السواد غراب، لانه اسود جدا، لون الغراب. فكانوا ايه اول ما بيوصلوا عند الكعبه المشرفه كان العبدين، العبدين بيبداوا هم اللي يطوفوا، فيبداوا ينشدهم بقى للالهه بتاعتهم اللي هم هبل في العبدين، يقولوا ايه بقى؟ نحن غرابه عك، يعني احنا عبدين اسودين من قبيله عك غربان. فيرد اهل القبيله يقولوا ايه؟ عك اليك عانيه، يعني يقولوا للصنم بتاعهم قبيله عك جاءت اليك عانيه، يعني خاضعه ومستسلمه. عبادك اليمانيه اللي هم جايين من اهل اليمن، كما نحج الثانيه، يعني جينا لك السنه دي زي ما جينا لك السنه اللي فاتت. الا ان جاء الرسول عليه الصلاه والسلام طبعا، وجان اللي هو التكبير والتهليل بتاعنا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك. فدي كانت معلومه كده قلت اقولها لما بمناسبه لما انت جبت سيره الكعبه، جاء في دماغي نحن غرابة عك. ثم تشويق، ثم زاد في عاداتنا التونسيه، لكن لما بالحق تو تجبد موضوع الحج وكل شيء والتشويق، ثم كلمه يا نور اللي تتعمل للحجاج اللي كل يمشي بشي ويشوقوا، معناها يحسوا معناها بك الريحه والنفحات نتاع المشي للعمره ولا للحج. فهمتني؟ اكل غناء معين، اكل غناء معين، اكل يتغنى، وكل لما وقت تحضير البسيسه والله تمام، وقت تحضير كل ابراج وكل الكعابر مع شنو حصيله، معناها القلب شوق والعقل ما عاد فيا بيرسموا وهي فيها مطلع صغرون هكا باش نستحضروا معاكم. تقول قلبي شوق المكة، الله الله الله، قلبي شوق المكة والعقل ما عاد فيا، يا سيدي يا سيدي، حملي التقى وتلفت علي الثنية، ان شاء الله ان شاء الله نزوروه للبركه ويحضر من كان خافي. الله 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 الله، ربنا يكتب لنا زياره بيته الحرام واحنا وكل الساده المستمعين يا رب، امين يا رب، وتبارك بنور سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. نوي هكا باش يمشي يزور ويشوق، ان شاء الله نكونوا معناها كنفحناه بال ان شاء الله ان شاء الله قرب، يعني موسم الحج وحنا حتى في موسم العمره دلوقتي في الخرجه بيرسموا على البيوت برا، لو حد مثلا رايح يحج ولا حاجه بيرسموا الكعبه والحاجات على البيوت عندكم؟ عندنا من عاداتنا مثلا ده مثلا بيحج بيجي يرسم على جدار البيت بتاعه الكعبة المشرفة ولبيك اللهم لبيك، وبيعملوا بقى عادات وتقاليد بقى قبل ما يروح بيومين ثلاثة، يفضل بقى في يوم قبل ما يمشي يلبس ملابس الإحرام، يفضل لابس ملابس بيضة، والناس بتروح تزوره، ويبقى في عندنا تقريبا يوم اسمه يوم التبريزة أو حاجة زي كده، بيعملوا بقى الأكل المعين وحاجة ساعة، والناس يسلموا عليه ويقعدوا معاه ويقعدوا بقى إيه يوصوا بقى بالدعاء. طبعا ما فيش حد محتاج حد توصية علشان يدعي له بقى، هذه عنا ما بنسميهوش التبريزة، نحن ما نعرفش شنو نسميها، احنا نمشيو للعبيد قبل، معناه للي بيحج قبل، اللي بيحج جاي نمشيو، انا في بالي بعد ما التشويق ما ثم التشويق ثم قبل ما يمشيو للعمره ولا للحج بيتو للحج، فهمتني؟ يمشيو ويقعدوا بحذا الحاج والحاجه اذا كان هم عزوز ويوصيهم بالدعاء كما قال لك،
وكما نقولوا وتفرق معناها تفرقك المشروبات وكل بسيسه كل باش تهز الحجه هذيك وكل مع شنو تتفرق على العباد باش كما نقولوا هنيك مثلا هذيك تنويت تشابه تنويت معناها تنويت للبركه نتاع مكه هانو معناها هما ياكلوا منها شويه وبيعلقوا ريا بيضه وريا خضراء يعني قماشه بيضه كذا وقماشه خضراء دائما يعلقوا على البيوت الناس اللي تبغى تروح تحج هذه معناش منها لا ما هي هي في اختي بتاع يعني البسيسه مثلا احنا ما عندناش البسيسه ايه لكن بين يعني بنتفق احنا الاثنين في مصر وتونس ان الناس قبلها بيومين او ثلاثه بيعملوا احتفالات والناس ايه بتروح تزور ايه وكده اه لكن في حاجات جدا بتختلف طبعا يعني كل بيت دور طالع في عندنا بسيسه مش عندكم عندكمش حاجه هيك خفيفه عرفتها ما هو البسيسه ما انا عارف البسيسه انا عادي بشربها وباكلها عموما ايوه روينه ولا بسيسه عجينه معناها عندكم حاجه من هكا تمر عند عندنا التمر البلح على انا ما شفتش هنا عندنا البلح اللي هو الاحمر والبلح البلح الاحمر اسمه زغلول عندنا البلح عندنا لهنا موجود كان في اسمه في قبلي في قبلي في قبلي في في شط جريد في شط الجريد خاطر عندنا قصه سمحني نور قصه تشابه اللي يقولوا جيش فرعون وقت اللي هرب وقت اللي سيدنا موسى هرب تبعوا فرعون والجيش نتاعو تبعوه لتونس بلاصه شط الجريد كان الجيش ياكل في الجيش فرعون ياكل في التمر هذا اسمه البلح هذا فهمتني رماوا القلوب نتاعو فيه في البلاصه هذيك وين شط الجريد فهمتني التو في تونس كامله البلاصه هذه اللي الوحيده اللي تم فيها البلح الله. سبحان الله سبحان الله يقولوا معناها من الأسطورة من الأسطورة اللي معناها اللي كانت معناها موجودة ما خو كل بلد ورطالها وعلى الأقل هكا عطي لكم حوصلة أو تشويق كما كان يقول حمزة على الحج إن شاء الله ربي يبلغ الجميع هكا وإن شاء الله يا ربي الحجة مقبولة كان وين على الحجة وكان في العمر إن شاء الله هكا عمرة طيبة للناس اللي مشيت وإلا ماشية وإحنا أكيد هكا نكملوا معكم ودائما ندخل إن شاء الله لديكم بالأجواء الحلوة بعد شوية ما تنسوش أكيد عنا الغصة بتاعنا بين الملح والحلو سينو جو الزيارة تتفيت ورجعنا بنت رمضان بنت رمضان بنت رمضان مرحبا بالناس كل معضله موجت علينا لقيت ذي اللي نستناو فيه الناس الكل وقيت نعرفوا الغصات المالحه والغصات الحلوه تصفيت في غصات تكالا غصات تكال غصات تكال مرحبا شيف امين يا مرحبا مساء النور سي حمزه مساء النور سي صلاح مساء العسل خويا ان شاء الله نهاركم زين اليوم جيناكم هكا بروح باهيه ما قلقين من الكوجينا اليوم مش نعملوا بوز مش نعملوا هكا راحه صغيره مش راحه بتبيعه مش نطيبوا شيء اما هنا قلنا نخرجوا كل باربيكيو اللي يحب يخرج المشوى اللي يحب يخرجك التفاله نقولوا احنا نتاعو قعدتنا فوق السطح ان شاء الله قاعده فوق السطح ولا في البركون نقولوا احنا معنا الشرفة البراندة البلكونة بلكونة يا رب عليك لا بس خلينا فوق السطح عشان نشوف اللي رايح واللي جاي انا اسمعني قاعدة باش نعملوا قاعدة مزيانة الطقس محلات فيه شوية فتح لك شوية قاعدة لبرا قلنا نعملوا بيانكا البيانكا هي بلانش معناها نقولوا احنا لوحة اللوحة ذي باش تكون مخلطة معناها فيها نقولوا احنا خلطه نتاع مشويات ايوه احنا المشويات باش نعملوا حاجه خفيف شايحين وفيت فيه ما ياخذوش منا وقت هلور باش نبداو معناها بالنوع نتاع المشويات الاولى باش نعملوا هكا تشيكن فاخيتس نقولوا احنا فاخيتس ايفيكتيفمون نوع نتاع الدجاج معناها يبدا بصدور الدجاج ولا بالبيلون اللي هما قول الكورنو احنا نقولوا الدبوس عندنا بنسميه دبوس دبوس باش نعملوا المارينادا نتاعنا باش نحطوا فيهم كل لي زيرب دو بروفونس معناها الحشيش اللي عندنا الكل الزعتر الكليل نحطوا فيهم الحبق الشاي الجاج بيقبل فعلا يقبل كل انواع الحشيش هذايا معناها نقولوا احنا بالطبيعه باش نتو نسوه باش نعملوا الا فقعاسيان زمان الرسيت باش نحطوا لا ثوم لا حشيش باش نحطوا فيه شطر مغرفه هروس تاع توكال لبنين باش نعملوا انسيزيون معناها ناخذ احنا تروف مثلا الزدوره ولا لي بينون شرحوهم
ونعملوا لهم سيله هروس نتاعنا ونخليهم يشربوا المارينات بالكدي بالكدي، معناها يشربوا الفاح يقعدوا اقل حاجه اقل حاجه في الفريجيدير لمده ساعه ساعه ونص هذه البارتي الاولى. باش ناخذوا معاها احنا فلفل وبصل سيزلي باش نقصوه مش رايح شرايح جويد، باش نسحقوا بالطبيعه شويه زبده باش نقليوا فيها البصل والفلفل وبعد باش نخلطوا عليها طروف الدجاج سواء اذا باش نعملوهم بالصدور نجم نقصوهم معنا اوني مانسي تراك سوابع نقولوا احنا جويد، والا نحطوا معنا الزبده كامل هذاك مشيو على الجرياد نتاعنا. نحبوا نعملوا كارير بوم تاع فحم، فما استيوز بالنسبه زاده اللي ما يحبش شكل الهرجه نتاع الفحم كل نعملوا جو فيمي هكا. ناخذوا كعبه شربون حطوها في شوية ألمنيوم بطبيعة مش تحرقش. ناخذ مثلا الدجاج متاعنا اللي هو مشوي ولا اللي ديجا يكون طايبة، تحطوا كعبة شربون غطيوا عليها سواء بغطة مثلا تاع كسر ولا أي حاجة، خليه تصير كلانفيزيون تاع ليقوم تاع تصير معناها يولي هكا يولي في الكانون وعلى الكانون أريير جو فيومي أريير جو فيومي. ما فما لي فيموار ما غاليين شوية تبيعوا الحقيقة يديروا كيكة معناها. نجم فوق الكعب تشربون ذيك تحط شوية كليل، تحط انت وشون سابر، تنجم تحط تعملو حتى مدخن معناها، تنجم تحط فيه بابريكا، تنجم تحط فيه فلفل مكوش، تنجم تحط فيه برش حاجات. بالنسبة للدجاج اختياري نحطو فيه شوية كرويات تاع تلفيذة قروية نقول واحد. والبارتي الثانية ناخذو مثلا شوية بقري عالنجا كتروف متاع الحم قعدوا ما استعملناهم مش ما حابين نستعملوهم سيرتو معنا باش يمشيو قري حتى تبدا مشحمه شويه بالطبيعه باش تذوب لنا في معناها في الفحم مع لي بوف هذوما معناها لي بيس دو بوف. نجمو نقصوهم دي مورسو نزيدو عليهم شويه شامبينيون اذا مش نعملوهم في البويل ماذا بينا نقليوهم على نار قويه من الاول. بعد نعملو حاجه اسمها ديغلاساج. ديغلاساج هذه تخرج لي صوص تعطيني صوص فيها لي سوك نتاع نتاع البقري الكل. كيفاش سيدي الدقلاساج؟ معناها بعد ما عملنا ماركاج لي بارتي معناها قليناهم في نار عاليه ناخذوا غير فخل اذا ما عندناش خل نجمو نعملوها بالماء نحطوا مثلا شطر كيس ماء، اما هو جينيرال مو يصير بحاجه اسيد سواء بجو دو سيترون سواء بالخل سواء معناها نجم يكون حتى بحاجه اخرين. نعملوا الدقلاساج نتاعنا نحطوا شويه نشي ولي عنا صوص براتيكمون قريبة شوية للدومي جلاس تبدا صوص برون نقولوا احنا نرمي فيها كعبة شامبينيون نرمي فيها شوية ثوم كل واحد وشنو السافور نتاعه اللي يحب. ناخذوا كعبة بطاطا لا يميت فما البطاطا الصغيرة قاعدة نرا فيها بالكدا درجة محلاهم هكا تحفنات. ناخذوا كعبة البطاطا نتاعنا نغسلوهم بالكدا انا نفضل اني ما نقشرهمش تقعد بالقشرة نتاعها. نعملوا له ماك انسيزيون صغيره نحطوا فيهم شويه ملح نعملوا لها انسيزيون معناها نشدوا كعب البطاطا شقاها في الوسط باش من بعد ديجا كي باش تطيب باش نعملوا فيها صوص خفيفه هكا نزينوا بها دونك نعملوا لهم ملحوم بالكدا ونخليهم يطيبوا في الفرن لمده 20 25 دقيقه انا بدرجه حراره 180 درجه دونك هذوما كعبة البطاطا. اش عندنا خضره كل واحد الخضره اللي يحب يحط البروكلو اللي حاب يحط شوفلور اللي هو نقولوا احنا شوفلور هذاك هو الشوفلور كلمة مشموم هكا بدك تقول المشموم محلي مشموم هذاك سورتو معناها بعد ما تغسله وتقصه وتعمله مشام صغار صح ولا تحطها كعبه كامله ولا تقصها معناها دي ترانش كامله. تنجم تحط سفناريا تنجم تحط معناها تو دي بون شنو عندك خضره في الفريجيدير نتاعك هذه هكا لما صغيره نتاع الفريجيدير نقولوا احنا عبيد لقيت هذيك خاطر ديجا اوني لو فان معناها في رمضان وقيت واحد يبدا هكا العبيد العبيد سورتو الله يعينهم ويعطيهم الصحه وربي ان شاء الله يبارك لهم يتعبوا راهي تعب تعب في رمضان بصفه كبيره كملت نهار كامل ومن بعد تعدى الكوجينه راه مش بالسهل ان شاء الله ربي يتقبل منهم امين يا رب ان شاء الله هكا سيم مقبول الوغ تتقدم كما قلنا هذه بلا بين برشا برشا يعني معناها نقولوا احنا ان بلا فاريي جرياد نجم تعملوا جري ولا سوتي معناها معمول في البويل اعطينا استوج ديجا نتاع باش تعطي اريير جو فيومي معناها تحط كعبه شربون فحمه
تحطها في الالومنيوم تغطيها معناها تسكر البلاصه اللي تحط فيها معناها فما ديزاسوس اللي نجموا نخليو بها يعني الجو احلى واحلى وانا متاكده اللي هي ما تستحقش باش نخليوها احلى واحلى هذاك كعبه المرقيز يبداو مطيشين كعبه الكفته الكبير تيلي لما نقولوا احنا لما معناها كعبه المكانجلين هذوك اللي قعدوا احنا ناسينهم معنا برشا عندك احنا باغ اكزومبل في الدار عندك الوالده الله يبقاها كل يوم تقلي كل المعاصم وتخليهم أيوة. على العين عينيها تاكل تاخذ منهم هكا قديمه باللي يا جماعه ما التلويح لي في 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 رمضان خاطر واحد لازم كمان معناها يكرم نعمه ربي فما ناس ماهيش لاقي زاد شنو باش خويا عمل دي بلاتو صغار وخرج صغار يا جماعه صغار التلويح او مو لي ما يعطيك صحه انت شايف على هالدباره الحلوه هذه اللي هكا لموا بها برشا حاجات نعم عملناها خفيفه نظيفه خاطر عندنا ديسير مزيان الديسير به بي خلق العادة باش نكتشفوه ديجا بعد شوية سينو خلنا نشفعو الحضراتكم أذان صلاة العصر تسويت ورجعنا بنت رمضان بنت رمضان بنت رمضان ديكتنا التونسية توصلنا معكم للأربعة وثلاثة دقيقة مكملين معكم أكيد الشهوات والغوسات متاعنا دائما في الغوسات الحلوة شايف اش عنا اليوم في الغوسات الحلوة عنا اليوم جاتو ها هكا عنا برشا ما عملناش جاتو بنين يبدا فيه هكا شويه شوكولا نوار شويه ماجون تيكال بنين باش نعملو جاتو هو براتيكمون هذايا سبيسياليتي سويس ثم جاتو ساشر نسميوه باهي نبداو باللي زانغريديون تاعنا سي الجاتو تاعنا هذايا معناها لي بورسيون باش يكون من 6 ل 8 من الناس تو ديبون معناها من البورسيون مدة التحضير نسحقوا ساعة باهي نبداو باللي زانغريديون تاعنا باش نسحقوا 8 عظمات 250 غرام زبدة عليهم 250 غرام سكر 250 غرام شوكولا نوار ماذا بينا احنا شوكولا نوار معناها باش تكون اقل حلاوة من الاخرى العادية معناها شوكولا نوار معناها سبيسيال جاتوك اللي تبدا احنا نقولوا مرسويت مرسويت تاعك اللي تذوب فهمتني ديجا باش نسحقوها نفس الشوكولا هذيك ولا نجمو ناخذوا دي بيبيت باش نسحقوهم الكلاصاج نعطيهم بعد الكلاصاج نتاعك دونك قلنا 250 غرام شوكولا نوار 150 غرام فارينه في وسط 150 غرام فارينه باش نطيشوا غرام بركه غرام ليفور شيميك ما تسحقش يا برشا خميره خاطر باش نخدموا الابيض وحده ولا صفر وحده في الجاتو هذا باش نسحقوا حكه معجون تيكال بالطبيعه باش نخدموا بالابريكو لابريكو تري بيان بي دونك بالنسبه للجلاساج نتاعنا فما دو هما فما بليزيور ميثود باش نعطيو احنا دوز استوس يا ناخذوا قد الزبده سامحني قد السكر قد الشوكولاته معناها باش نخدموا احنا بالنسبه للجاتو نتاعنا 180 غرام سكر عليهم 180 غرام شوكولاته باش نطيشوا فيهم في الاخر 20 غرام زبده هذا الكلاص اج معناها الكوش نتاع الشوكولا اللي باش نصبوها فوق الجاتو نتاعنا بعد ما يحلي يا نجمو نعملوا شوكولا نوار نتاعنا معناها الشوكولاته نعملوها بالكريم فريج ولا نجمو نعملوها بال معناها فما بريباراسيون كناباج تتباع حاضره فما جلوكوز يتسمى الجلوكوز هذا كيما الناباج كوتي سكروزيتي كوتي حلاوه نوتر لا يحلي لا يمصد اقل برشا سكر من السكر العادي معناها حتى في اللي كالوري والكل اقل برشا هذا بين الجلوكوز هذا يكون دارج ديما في الكوجينه نتاعنا ويعطي كل البريونس المزيانه البريباراسيون يلم الناباج يعمل برشا حاجات الحقيقه الفي نتاعو طياره على الاخر دونك نبداو بالبريباراسيون تاع الجاتو نتاعنا ناخذو كل تروف الشوكولاته كسرهم بالطبيعة باش نعملهم في بان ماري ولا في الميكرووند وماذا بينا في الميكرووند معناها نطيحو لهم في التومبيراتور باش ما تحرقلناش نعملهم احنا دو بريفيرونس في بان ماري معناها كسرونا فيها ماء ونحطو احنا نتاعنا الشوكولاتة نتاعنا والزبدة اللي هما 250 غرام شوكولاتة عليهم بالضبط 250 غرام زبدة ناخذو الثمانية عظمات نتاعنا نطلعو البيض وحدهم معناها اونيج كيفاش نعرفوا اللي هما طلعوا كي ناخذوا معناها الفوي ولا الروبو كي نهزوها تقعد عامله ما تحليش الموس هذيك ولا كي نقلب الريسيبيون اللي نخدم فيه زاد ما تحليش واضح هذوما لي زاسوس وناخذوا الاصفر ثمانيه اصفر عظمات
مع السكر نركضوهم لين يبيض. دونك نبداو توا بالليتاب الثانيه، نخلطوا الشوكولاته نتاعنا الذايبه اللي هي شوكولاته وزبده ذايبين، خلطوهم مع الاصفر والسكر. هذه ليتاب الثانيه. ليتاب الثالثه ندخلوا الابيض نتاع العظمه بشوي بشوي. انت الابيض عمرنا ما نحطوه معناه مع بعض، نجدو بالبارتي 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 باش ما يتيحش صحيح، وباش ما يزيدش يتيح لي نجم نحط انا مثلا بارتي صغيره نجبد بالفوي سي طاح لي، راه يلزم ندخلوا ماذا بيه بسباتول ولا المغرفه اللوح نتاعها. موفمون كي نعملوا موفمون سيركولير معناه نعملوا موفمون تاع عجله كل واحد دويره، دخلوها بشوية 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 لين تولي عندك البريباراسيون موسوز شوية. هذوما الكل ديجا توصلنا معنا البارتي فينال، هذوما الكل نحطوهم في مول متاعنا. شي المول متاعنا يلزم فيه شوية زبدة ولا شوية فرينة ولا بابي كويسون باش يستحقوا يتيبوا لمدة ساعة ساعة اي في 150 درجة في ماذا بين المول معنا باش نحطوا على طبق ولا حاجة، كطبق نحطوا فيه ما يغلي عبارة باش نعملو بان ماري في وسط الفوق. داكوغ باش يبنى بالفابور وباش تقعد نيدي هكا باش تبدا ديجا تريع على الاخر من الداخل ديجا ما فيها ابيض العظمة باش تبدا معناها موسوس باش تبدا فيها فولوم. دونك هذه توا باش تطيب لمدة ساعة في 150 درجة 140 150 كل واحد الفوق معناها يكون من الفوق اللوطة بالطبيعة باش ما تحرقش لا من الفوق لا من اللوطة في بان ماري نتاعنا اللي ديجا باش نصبوا معناها عباره الماء في الطبق هذاك باش نحطوا فيه الماء. دونك كملنا التطيب نتاعها باش نحضروا الكلاصاج. الكلاصاج ساهل على الاخر، ناخذوا السكر نتاعنا نذوبوه اللي قلنا ديجا باش ناخذوا 180 غرام سكر عليهم 180 غرام شوكولات، ناخذوا كل 180 غرام سكر نذوبوهم على نار هاديه كي يبدا يعطيني الكراميليزاسيون نقولوا احنا كولور برون صغيره مش يوصل يتحرق لي راهو كي يبدا يعطيني الكراميليزاسيون نرمي فيه الشوكولاته بشويه بشويه، نبدا نرمي الشوكولاته احنا نقولوا نبدا نذوبوا فيها بشويه بشويه في الاخر بالكل نخلطوا الزبده. خلطوا الزبده نعملوها معناها ديجا هذي كل على نار هاديه ندخلوها في البريباراسيون تاعنا ونخليوه يبرد، خرجوا الجاتو تاعنا نبردوه قصوه في زوز باش نعملوا كلها نسير صغرون نتاع كونفيتور، سواء اللي يحب نجم يعملها بالفيت بوم نقولوا احنا كلي خرجوا بها القلب نتاع التفاح يعمل معناها يعمل كيك خرج معناها بارتي من الجاتو، نجم يقعورها بالسكينه اذا يوسع بيها في الكوتي ديكوراسيون. ايوا اللي احنا باش نعملوا انسير قلنا ابريكوت او معناها معجون مش ماشي داكور باش نعملوا كلها سير معناها في الوسط نقولوا احنا فهمتني. ينجم يقول لك يعمل بالفيت بوم، ينجم يعملها بالسكينه، ينجم ولا يقص الجاتو ينجم اسكو يقص هكا على اثنين. انا هذيك ديما جو دوموند اسكو سي فيزابل، لكن وقتها قالوا لي وانا صغيره نجم تعملها بخيط السناره، بخيط السناره تعديها على الجاتو تتقسم على طبقتين وتحط اللي حاشك بيه الكونفيتور ولا حاجه. صحيح نجم نحطوا معناها نجم نعملوها كيكه ونقصوا نحطوا الكونفيتور نتاعنا بخيط السناره هذه. بالحق ليه صحيحه بالحق نتصور خاطر تجي شوف خاطر السكينه موجوده اباري نجم موجوده اباري موجوده اباري بخيط السناره فوالا استعملوها معناها للحاجات الكل قصوا بها الحم قصوا بها الجاتو قصوا بها لي بان بريوشي لي بان كومبانيار روما الخبز الكبير. ايوا شي 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 معناها براتيك الحكي براتيك تكون قد قد ساعات بالسكينه تعمل لك هوب تلقى روحك تقص في الفاضي في الاخ تنجم تكون انجكسيون كيف معاك بالقصع. نعملوا بعد ما حطينا لانسير كونفيتور توكال نتاعنا بالطبيعه نحطوا توا الكلاصاج. سي الكلاصاج ما يلزموش يكون سخون ما يلزموش يكون بارد كون باهي دافي احنا فهمتني واضحه. نعملوا الكلاصاج نتاعنا ونخليوا الجاتو نتاعنا يبرد وصحه وفرحه وبشفاء. يعطيك صحه. هذه باش نجمو نحط فوق انا ماني مغرومه يسبو كريم شونتي عرفت باش نحط فوق يمشي مع لي كريم شونتي يمشي مع لي فروي روج بانو لي فريز الكاسيس الفرامبواز اي نوع نتاع معناها نقولوا احنا فروي روج يمشي معاهم كل انواع سورتو انا لي جو امير يمشي معاهم الفروي روج لي فروي دو بوا شو معاهم كلي كولي نتاع الكاسيس نجمو نحطو في عوض معجون لابريكو نحطو معجون فريز نجمو سو تو ديبون معناها كل واحد وشنو لي جو بيان سور فوالا. يعطيك صحه الشيف.
جاتو بنين برشا برشا نتصوروه حاجه تعمل 66 كيف الوغ عندكم الغسيط عندكم لي زانغريديون يلا شمروا على ذراعاتكم وتنجموا تعملوا الجاتو هذا كيما قال لنا الشيف سبيسياليتي سويس الوغ حاجه بنينه برشا برشا مره اخرى يعطيك صحه الشيف هذه كانت غسيط تكلا بنت رمضان بنت رمضان بنت رمضان 39 دقيقة بعد الأربعة يلا احنا مازلنا متواصلين معكم دائما مكملين معكم في بنت رمضان حتى للخمسة متاع العشية الوقيت هذية أكيد حمزة بالشيخ يكون معنا ونحكي حكاية من صندوق عجب صندوق عجب صندوق عجب يا حمزة كما العادة لقيت ذي معنا هكا ويحكي لنا حكاية مزيانة فيها خرافة أو فيها عبرة أو فيها حكمة يلا حمزة شحال اليوم عسلامة عسلامة مرحبا مرحبا كالعادة اليوم عنا صناديق هكا جبدنا منه حكاية قطعة نقدية اليوم الفلوس اليوم جبدنا فلوس اليوم الفلوس هكا قرب هو ديجا المهبة والعيد اسمع من بوقك ربنا ابعد ابعد القول اللي احنا كبرنا على المهبة نقول لهم ليه جبد ليه العيدية صحيح العيدية حتى في انا نقول لهم ساعات في العاده ماهوش مليح حتى صحيح لازمك الكبير والصغير خويا ما نكبروش على المهبة ان توكا احنا يلا باش نسالكم اللي حاضرين هوني كل تعرفوش شكون المراه اللي تصغرت على الدينار التونسي شكون عنده دينار شكون عنده دينار ترى الدنيا عندي دينار خفافات ترى اللي هنا يمد دينار ترخى ال مد دينار والله هنا هاي تمد تلفين تصويره ترى التصويره ايوا كي تكملوا اعطيونا ايوا قرب الكاميرا فوالا الدينار فيها المراه فوالا شكون المراه هذه ثم شكون يقول عليسه اي ثم شكون يقول لك هي البربريه صح ثم شكون مازال يقول حنا بعد اصلا مش حتى عليسه ليه ظهر مراه هذا ثم شكون يقول حتى اي سيدي خوصه لحبيبي خليها كذا يا كذا خلي بس اعطاك المهبه نتاع العيد من توا معناها اي يا سيدي المراه هذه راهي ماهيش عليسه ولا الكاهنه البربريه المراه اللي تصور على الدينار هي الفنانه التونسيه انيسه لطفي انيسه لطفي انيسه لطفي ايوا اي يا سيدي هيا نبدا الحكايه من الاول بعد الاستقلال كان لازم تونس تصدر العمله نتاعها خرجت الورقة بو دينار أكيد كلنا نعرفه على اللي قبل كان ثم ورقة دينار اي صحيح والنص دينار زادة ومعاهم القطعة المستعملة إلى يومنا هذا اللي نراو فيها هيك الدينار وكانوا أغلبهم فيهم تصويرة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة نتذكروا ديما في الراس من تالي هكا راس في القطعة راس الحبيب بالنسبة جوست غنقولوا للعباد بالنسبة للناس اللي قاعدة تفرج علينا قاعدين نعديو في تصور محليهم للعملات نتاعنا القديمه ترى خنشوفوا بالحق التصويره هذيك الفنانه صح هذيك الممثله والفنانه انيسه لطفي فوالا انيسه لطفي تو فوالا شفت اللي هي انيسه لطفي عايشه هذول تو انيسه لطفي عايشه جيب شكيو عن الوزير الزاخره وحافظه والله اسمع سيدي كل كانوا اغلبهم فيهم تصويره زعيم الراحل حبيب بورقيبه وبما ان تونس وقتها حبت ترسخ اكثر صوره المراه التونسيه اصر المرحوم حبيب بورقيبه على انه الورقه والقطعه الدينار تكون فيهم تصويره امراه لهنا من بدات تحكي وقتها كان في البريود هذيك كم فرقه مسرحيه تمشي تقدم العروض نتاعها مع التنقلات اللي يعملهم اون باراليل الزعيم الراحل لحبيب بورقيبة وفي الفرقه هذه ثم بنيه اسمها انيسه لطفي ايوه البنيه هذه شدت انتباه الزعيم الراحل وقال هذه اللي باش تتحط على الدينار التونسي اي نعم وقتها عندك فكرة على عمرها صغيرة وقت نتصور أنيسة لطفي وقت عمرها تقريبا 19 فوالا أنيسة لطفي هي ممثلة مش عادية
وغرامها بالمسرح والرقص الكلاسيكي بدا معاها من الصغرى ودخلت عام 1963. ايوه هذايا العام اللي هو في عمر النضج نتاعها والبلوغ نتاعها. وقتها هي كانت في المسرح وكل شيء. فرقة المدينة بتونس مع علي بن عياد وخدمت زادة في برشا بلدان. هيا شدوا عندكم كيما النمسا، كيما سوريا، كيما العراق، كيما روسيا، وحتى أمريكا زادة مشيت لها. مثلت عام 1966 مع جميل راتب مسرحية عطي. وحتى في السينما خدمت مع برشا أجانب كيما المخرج الطلياني دينو ريزي، شكون ما يعرفوش معروف برشا. وفي التلفزة شفناها ديما المرأة العاقلة والحنينة، وتربينا أجيال وراء أجيال وتفرجنا في مسلسلاتنا في مسلسلاتها الرمضانية اللي تعدت في رمضان. من مرة في برشا مسلسلات في قمرة سينما حروس، ولقيناها زادة في يا زهرة في خيالي. صح. وعام 2008 عادة بنحكي لكم شي في المسلسل المعروف اللي هو صيد الريم مع سي رئيف، عرفت في الدورة هذيك. أنيسة لطفي فنانة متميزة نجمت تمشي خطوة خطوة في مسيرة حافلة بين المسرح والتلفزة والسينما، وهذا اللي خلى أيام قرطاج السينمائية يكرموها في الدورة الفايتة على مشوارها الفني. وتكرم معها زاد الممثل المصري محمد صبحي والممثلة سلاف فواخرجي، وإن شاء الله تكون هذه من أحلى 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 الحكاية اللي أحكيتها على خطر بحق السينيفيكاسيون ساعة متاع الدينار متاعنا عندها. لسه فاكر الدينار بحق عالية كبيرة والله، معلومة جميلة والله. لا معلومة جميلة. عايش قولك سي سلاح، كانش في بالك اللي هذيك ممثلة تونسية؟ لا انا كان في بالي ان هي مثلا سيدة مثلا كانت في مجال الحقوق، القضاء، الطب. هذيك على 10000 على 10000 على 10000 توحيد. لان انا قرات عنها، قرات عنها طبيبه. فعلا. والدينار لا نساء تونس على مر الزمان فضليات يعني. لا نساء تونس ما شاء الله، فهمتني؟ تلقاها على الدينار على ان شاء الله باش نطلبوا ب 50000. لا لما تيجي مثلا في على مستوى الوطن العربي تلاقي مثلا اول حاجه في كل حاجه تلاقي امراه تونسيه، يعني مثلا في القضاء تونسيه، مثلا اول كابتن طيار تونسيه، في لما انتقلت منصب تقريبا وزيره. فما شاء الله عليكم يا نساء تونس، يعني نرفع لكم القبعه. اكيد. وفوق هذا كل زيادة بعد ما يسوقوا الطيارات ويعملوا ويسوقوا البابور ويبريوا المرضى وبعديك يدخلوا الكوزينة. والله اذا كانت لا اذا كانت المرأة اذا كانت المرأة نصف المجتمع، فالمرأة هنا بجد والله ده لا رياء ولا نفاق، يعني هي يعني يعتبر كفتي الميزان بتاع المجتمع يعني. اكيد والله. تحيه بحق لنسائنا اخويا، يستحقوا تحيه. انا مش نحيي نساء بلادي على طريقتي الخاصه، حضرتك شويه خواطر. تفضل. باهي انا نقول لك على خاطرك امراه تدلل وتعزز، وحب روحك على خاطرك امراه، افرح اضحك شيخ على روحك خاطرك امراه، كون قويه صعيبة ما يتعدى عليك حد. اي نعم انت المرأة زينة الدار، انت الاخت الحنينة، انت الام المناضلة، انت بنت الوصول اللي وصى عليك الرسول عليه الصلاة والسلام. احلم وجنح وطير على خاطرك امرأة، عز نفسك وتكبر على خاطرك امرأة، ما تخلي حتى شيء يكسرك ولا يوقف لك حياتك على خاطرك امرأة، يجبل ما يهزك ريح. الله الله الله، يعطيك صحة يعطيك صحة يعطيك صحة يا حمزة. هذه كانت الساعة من أحلى 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 الحاجات اللي خرجتهم لنا اليوم في صندوق أعجب. صندوق أعجب صندوق أعجب. يلا احنا مازلنا متواصلين معكم و دائما مكملين في بنة رمضان. مانيش باش نعملو بوز، حتى البوز ديجا باش نمشي وباش تسافر بينا صراحة العالم اخر تصويت في مع المصري. مع المصري وتوا وقيت مع المصري. صلاح يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مع المصري، فقرة مميزة يا حمزة. والله يعني انا
بجد متكيف منك يعني على المعلومات الجميلة والقيمة بجد والله. يعني لا فعلا على فكرة يعني الهدف من الحكاية أو القصة اللي انت بتحكيها يتاخد منها موعظة وعبرة، يتاخد منها معلومة، يتاخد منها درس تتعلم منه. صح. غير كده يبقى انت قاعد مستمع كأنك ما بتستمعش ولا بتفهم حاجة ولا بتعرف حاجة، حشاك يعني وحش السادة المستمعين. تمام. صح. فإذا ما كانش الواحد يقتنص كده وعامل زي الصياد كده يقتنص معلومة معينة، يعني أنا في بالي إن السيدة دي فعلا زي ما قالت نور اللي هي توحيدة أو الطبيبة. أنا شخصيا سمعت عليسة، ما أكذبش عليكم، البرشا يقولوا اللي هي عليسة، فمشكون يقول اللي هي معناها الكاهنة البربرية. فبجد والله يعطيك الصحة والله. إيه النهاردة هنسافر كده في حاجة خاصة برمضان شوية اللي هي كلنا أكيد عصرناها وشفناها وإحنا عيال صغيرين كده في رمضان، كنا بنيجي بالليل. لا يا ريت والله ده لسه نتكلم على الفوانيس والكلام الجميل المفروض احنا في رمضان الجو ده نتكلم عنه، ده احنا مأهملين والله كتير في حق رمضان والله، مقصرين جدا في العادات والتقاليد دي. كان يجي دايما شخص كده قبل السحور بساعتين ولا بساعة كده، بطبيلة الراجل اللي كنا كلنا بنستناه ونفتح الشبابيك وكان كبير وصغير فرحانين بيه. صح. وكانت الناس كلها ونقعد نغني معاه، وكان له بقى الكلام بتاعه اصحى يا نايم وحد الدايم رمضان كريم، وكان ينده علينا واحد واحد بالاسم، وكان يعرف اسماء الحي او الحاره اللي هو داخلها كلها، ورمضان كريم وهو الجميل وهو اللي بيألف الاغاني بتاعته على فكره، وهو اللي بيلحنها كمان، ويكون صوت والحاجه دي على فكره بيعملها لوجه الله، يعني مش مهنه هو بيمتهنها. فبس للاسف يعني مع تقدم الزمن وتقدم التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي بدات يعني انجاز التعبير بدات المهنه دي تنقرض شويه، يعني حاجه من ريحه رمضان والزمن اللي هو زي مدفع رمضان وفانوس رمضان والمسحراتي والحاجات ديت، هي دي اللي بتحسسنا فعلا برويح رمضان. والله انا امبارح يعني وانا واقف شويه كده في البلكونه قبل سمعت المسحراتي، طلعت مخصوص زي الطفل الصغير، ازيك يا عم؟ قلت له استنى، نزلت معاه وقعدت اضرب معاه، والله العظيم استعد فعلا الطفوله، يعني احنا رجعت ايام كنا والله يا حمزه كنا كلنا بننزل نمشي ورا المسحراتي ونضرب ورا المسحراتي. فايه يعني عايزين ندي لمحه كده، مين اول من كان يعني بيقوم بتنبيه الناس لوقت السحور؟ كان على ايام الرسول عليه الصلاه والسلام كان في اتنين من الصحابه، الصحابي بلال بن رباح والصحابي ابن ام مكتوم. كان سيدنا بلال بن رباح كان هو اللي بيأذن للناس علشان الناس يعني ايه ينبههم ان ميعاد السحور قرب. والتاني قبل صلاة الفجر كان بيأذن في الناس اللي هو انقطاع الأكل، يعني الأولاني خلاص خلوا بالكم انت دخلتوا في وقت السحور، والتاني كان الأذان بتاعه خلوا بالكم خلاص ده وقت السحور امنع الأكل والشراب. إلى أن جاءت الدولة الفاطمية، وكان أول لا كان إسحاق بن عتبة أو عقبة بن إسحاق كان وقتها والي في مصر، وكان هم المصريين أول ناس يعني طلعوا فكرة المسحراتي. كان الرجل ده بيطوف في البلاد وفي حي الأزهر ومصر القديمة، وكان لما لحد ما يوصل لجامع عمرو بن العاص كان هو اللي بيبدأ يصحر الناس، واصحى يا نايم وحد الدايم وقول نويت صيام رمضان إن حييت، وبعد العبارات الجميلة دي. يمر الزمن بدأ اللي هو يرسل الجنود بتاعته على كل حارة، مجموعة من الجنود يدق على البيبان ويصحوا الناس تتصحر. الى ان مر الزمن شويه ومرت يعني العادات والتقاليد، فبدات تنتقل فكره المسحرات من بلد لبلد ومن مكان لمكان، وكان من اولى البلاد في دول شمال افريقيا او المغرب العربي كانت تونس هي اللي دخلها فكره المسحرات، وكان بيتقال عليه اللي هو الطبال، وكان بيجي معاه واحد كده زي القصبه كده يفضل يضرب عليك يقول الطبال والذكار. تمام. نهار العيد نعملوها نحن هنا، وكان الطبال والذكار كان بيجي يفضل كل يوم،
وكان بيجي بياخد ما كانش بياخد فلوس بقى، كان بيجي بيلف على البيوت كلها على قرب العيد، فاللي بيديله هدية، اللي بيديله حاجة من أكل، حاجة من حلويات العيد، اللي بيديله حتى فلوس، لأنهم ما كانوش بيديله الحاجة دي كمنة منهم أو مزية، لا كانوا بيديله الحاجة دي تقديرا للدور اللي كان بيعمله. راجل يعني راجل بيوهب ثواب الحاجة لله، فكان بيتعب. فلأن ما كانش في بقى التليفونات ولا كده، احنا دلوقتي ما شاء الله انت ممكن الناس تبقى صحية طول الليل، يعني خلاص ما يجي المسحراتي ما تعودش تحس بالحاجة اللي انت كنت بتحس بها وانت طفل صغير. بعد كده يعني لما نيجي نشوف بعض يعني الحاجات عن المسحرات او اسماء المسحراتية، احنا قلنا في مصر كان اول في عهد الدولة العباسية او الفاطمية كان اسحاق بن عقبة، وكان ده اول حاجة تتعرف باسم المسحراتي، وكان بدايتها من مصر. بعد كده لنروح للامارات، المسحراتي في الامارات اسمه بطبيلة، كان بياخد معاه طبلة صغيرة كده بيسموها البازة، وكان بيفضل يدق على الطبلة دي وبينده على الناس بأسمائهم ويقول بعض الأشهار بالأشعار والكلمات باللهجة بتاعتهم، وكان بيصحي كل واحد. نطير من الإمارات نروح للسودان، طبعا احنا بدأنا قلنا تونس وقلنا مصر ودخلنا على الإمارات، نطير من الإمارات نروح على السودان. كان المسحراتي كان راجل ومعاه طفل صغير، الطفل الصغير كان في ايده فانوس كان فيه شمعة علشان ينور الطريق للراجل، والراجل كان معه ورقة وقلم او دفتر وقلم وفيها الاسماء، وينادي كل اسم، قوم يا حمزة اتسحر، قوم يا شيف امين اتسحر، قوم يا مش عارف مين اتسحر، ويجي كان بيجي في النهاية ده كان بيبقى مقابل مادي، لانه كان بيبقى مثلا زي الايه اللي بيعينه لحاجة زي كده، كان بيبقى هو الوالي بتاع المكان، زي بيقول عليه العمدة او المعتمد او حاجة زي كده ايا كان اسمه في السودان. نروح للبنان، المسحراتي كان راجل بيلبس عباية بيضة وكان في ايده طبلة، وكان بيمشي للناس يسحرهم، وكان بعض الكلمات وبعض الاشعار باللهجة اللبنانية اللي هي اللهجة لهجة تقبرني ابن عمي تقبرني، كان بيفضل يسحرهم، كان الميزة بتاعته كان له لباس خاص بيه جدا اللي هي العباية البيضة اللي كان بيلبسها، وفي النهاية كان بياخد مقابل مادي من الناس. نروح على المغرب، المسحراتي في المغرب اسمه النفار باللهجة المغربية، النفار ده عبارة عن اللي هي آلة طويلة كده يستخدموها للنفخ، تمام، آلة إيقاع كان بينفخ عليها وكان بيصح الناس عليها، فهنا اتسمى النفار. نسيب المغرب ونروح لليمن، المسحراتي هناك اسمه المفلح أو المفلح، تمام، كان برضك بيقوم بتنبيه الناس بوجبة السحور قبل الأذان الفجر في شهر رمضان، وبعد نهاية الشهر كان بيعد على البيوت بيت ياخد كل يعني ياخد أكل، ياخد فلوس، ياخد حلويات، يعني كل واحد والمقدرة بتاعته. فللأسف يعني أنت بتشوف يعني كنت بتحس وأنت صغير يعني بالمسحراتي، يعني حاجة 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 انا برتجل في الفقره دي بالذات، لان فعلا انا صعبان عليا والله بجد، يعني في بعض الفتره عشتها معنا في وكلنا عشناها اصلا، يعني المسحرات واحنا عيال صغيرين كنا نمسك تمسك فانوس رمضان كده واحنا كل اطفال الشارع، وكنت تعمل برنامج حتى والله مثلا كنا بيبقى خمسه حمزه مع بعض مثلا، ركز معانا يا شيف دور ده لقيتك بركز معايا، كنا مثلا يبقى ثلاثه ولا اربعه وما معناش غير فانوس واحد، كنا نقسمهم ما بيننا بالوقت، ده شوية وده شوية وده شوية، وكنا بنحسب الوقت، نفضل نلعب لحد ما يجي المسحراتي، ندور مع المسحراتي ونروح نصلي. دلوقتي ما عادش يعني حتى الأجيال اللي جاية الفترة ديت ما يعرفوش عن إيه مسحراتي، ما يعرفوش. بل كان لهنا يعني نذكر في تونس كان يدور ليلة النص ليلة 27 يخرج في العيد، كان وكما كما قال قبل كان راه بالذكرى معناها بالطبله والذكرى ويبدا يغني معاها زيد فما اللي يبدا يغني مع اكثريه بالطبله والذكرى، يا حسره كانت لما كان بالحق ما يعرف مثلا العيله قوم يا فلان قوم يا فلان يبدا يعني انا عايز يعني كل واحد يقول المسحراتي كان بالنسبه له بيمثله ايه في رمضان. انا المسحراتي بالنسبه لي يعني ريحه رمضان، ريحة رمضان في المسحرات. نحن سنة فما حاجتين ما صاروش يقول رمضان فقدناهم، اللي هو المدفع والطبيل الصحوي. فما الشارع والله هو الحقيقة كم ما عاش بكش ما يوصلكمش للحومة. ليه أمانة بحق ويوصلنا. لا أنا سمعته امبارح والله وكنت فرحان جدا وطلعت زي العيال الصغيرة أفتح الشباك والله يا شيف أمين. قول رمضان معناها تعبير قول رمضان قلت لي رمضان. ليه ليه؟ إي صح.
اما ارجع انا اللي فرحني كي سمعته الطبيل رجع كل ليله كسر لي رجع صحيح والله ما حلاه حتى كنت بداك بالنومين ومداش كل عصي اقوى فازه يا نور نهار العيد هذيك هذيك ما تنسيش تبدا ريقد مصبح هكا شنو ويجيك الطبيل ولا وما يزيش يطبيل وزيد معها الزكره يبدا اي والله والله انا بقيت عامل زي العيال الصغير استنى اعمل حق خدني معاك امبارح وانا استنى خدني معاك يا عمل حق صحيح صحيح كل يوم خرج له يعني الحلو ونمشيو نبداو شكون باش يخرج الحلو والمهبه صحيت ليه ليه حاجه حاجه بحق انا شفتي نخدم طبيلنا الليل ميسيرش ميسيرش خويا ميسيرش واحد يخدم طبيلنا الليل نهار العيد وبس عشان يبقى ختمه مسك بالضبط هذه هو ان شاء الله هكا ديما ايامتنا مسك يعطيك صحه صلاح اللي رجعتنا معاك نستجي احلو برشا في مع المصري مع المصري وتوا وقيت مع المصري أسيج احنا هكا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم حل تشنشينا عن حمزة خضرنا غير ما شيكة في الحال انا شيكة بيخ نعطي اقتراحي انا باش نعطي اقتراحي قبل ما نعطيه الحل فينال الوغ تشنشينا كما قلنا تشنشينا سهلة بالكدي ميسي شكرا انت كان عندك قدامك حمزة سينو ميسيش اون اتوندون نشوفو تشنشينا عند امين زمينا نقدمو له التحيه وتقول الو علي جاي ونظيف علي جاي ونظيف هما عددهم 12 منهم 11 اتغدوا وشربوا واحد ما تغداش انا شاكه في شهر رمضان انت يا مين حتى انا نفس الشك شاكه في شهر رمضان بسم الله الرحمن الرحيم اللي قبل رمضان غادي يا جماعه تكنيك هكا كلكم رمضان كلكم رمضان سهيل الملوش في والاجابه صحيحه انا على فكره انا قلت مثل انا قلت مثل دلوقتي عندنا مثل في مصر عندنا مثل في مصر اسمه بسم الله الرحمن الرحيم الاجابه تونس بحق اقسم بالله ليه بقى ما يكون اي حاجه جديده اتعملت او اول مره تتعمل ما قلت لك من شويه ان تونس معروفه ان هي عملت حاجات كتير احنا سمعتنا عند لا يا لا 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 بنحب احنا سباقين خويا شفت بقى بسم الله الرحمن الرحيم تونس لا يعني تعمل حاجه جديده يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم الاجابه تونس الاجابه تونس هو كده صار عن المثل شفت قوه كيفاش والله يا سيدي والله طلعت لنا سيدي المورال على الاقل لكن حسوا في روحنا هو الحمد لله يا ربي ان شاء الله يا ربي يديم هالنعمه ويديم النعمه على تونس سينو يعطيكم الصحه الناس كل اللي شاركتوا معنا وطلعتوا تشنشنتنا دقي مره وفما كادو كل اخر جمعه ويوم الجمعه شكرا كبير للاكيب تكنيك اللي كانت معنا لليوم زميلنا اكيد احمد المخلوفي زميلنا سهيل وحمزه يعطيك الصحه سيف اي قدموا له تحيه لك واحمد شفاك عايشكم عايشكم ربي يفضلكم وان شاء الله صيامكم مقبول يعطيك الصحه صراحه يعطيك الصحه ربنا يخليك ونشكر السادة المستمعين على شويه الجنان اللي احنا بنعمله احيانا يعني هم بيتحملونا والله بس نتمنى نكون ندخل عليهم وعلى بيوتهم ان شاء الله بالفرحه والبهجه والسعاده ان شاء الله اللي هي تلقى ما فيش احسن من التلقائيه لا للتصنع احنا شعارنا لا للتصنع نعم للتلقائيه بس شيف امين يعطيك الصحه يعطيكم الصحه شيء طيبه وسكروا لنا البرنامج توتويت خويا ولكن اقبل نحب نقدم ديديكاس لمدام اسراف ام زميلتنا انس اللي عيد ميلادها البارح نقولها جويز انيفيرسير من عند ليكيب الكل يا ليلى شارك كل عام وانتي حيه ايوا نحب نقول جويز انيفيرسير جاري وعشيري وحبيبي خويا حمزه الهنداوي ايوا ان شاء الله بطول العمر وربي يحفظه وربي يفضلني لي وربي يفضله ليا ان شاء الله ربي يدوم العشره يا ربي ان شاء الله ربي يدوم العشره ان شاء الله جويز انيفيرسير الناس الكل تحتفل بعيد ميلادها اليوم ان شاء الله غدا نكون معاكم في نفس التوقيت كنت معاكم نول بيجي نتلقى في بنت رمضان جديدة بالنسبة الغدوة تصوموا ان شاء الله وتفطروا بالصحة ما بقى لي كيفاش نقول لكم تصبحوا على الف مع بنت رمضان الجو معنا ياسر مزيان انت يلي تسمع فينا جبنا لكم دبارة بنينة في وسطها حكاية وتشنشينة ما لفاش تستنى وعدل الموجة مع نور والكرونيكور كل يوم من الاثنين للجمعة من مادي 3 للخمسة على الحياة فام رمضان على الحياة فام بنا أخرى